سعيدي جوزيف دانيال شاعر، حبيت جرب انه نعمل مسرحية نستعمل الزجل والشعر بالمسرحية. كان حلمنا انه نعمل شيء جديد، اول عمل مسرحي غنائي بامريكا. طبعا الفكرة كانت حلم كبر وقت اللي تعرفنا على الفنان عماد سليم، اعطانا الحان جميلة جدا، كمان الفنان سليم سمو اضاف للتوزيع لمسات كثير حلوة، وحبينا نرتقي بالعمل كل شو فينا مع نجوم كثير حلوين. إن شاء الله يطلع شيء حلو بليق فينا وبليق بالحضور اللي راح يحضر. شكرا لكم. عماد سليم ملحن لبناني فايز باستديو الفن بميدالية ذهبية عن التلحين، عن فئة التلحين، وأنا ملحن كل المسرحية بالاشتراك مع حبيبي سليم اللي هو سليم سموع الموزع والمسجل والمشرف على العمل. فأنا اسمي عبود، كمان مشترك بالمسرحية بالتمثيل حتى، وأحد الدكنجية بالمسرحية. عندي دور بسيط وإن شاء الله بتنال إعجابكم. برحب معكم موزع سليم سموع. بصراحة يعني عنا عمل متوقع الكل راح يحبه هلأ جاي على الطريق، هو مسرحية يا نصيب من كلمات الشاعر جوزيف دانيال، الحان عماد سليم وتوزيعي وعدة فنانين من العيار الثقيل عنا هون بلوس أنجلوس وكاليفورنيا. بنوعدكم انه يكون شيء مميز، استعراضي، فيه رقص، فيه تمثيل، مسرح بذكرنا بايام زمان بس بنكهه جديده. راح تنبسطوا معنا. معكم ميشيل اشقر، فنان ومطرب. راح اعرفكم على دوري انا بمسرحيه اسمها يا نصيب، قريبا جدا راح نعرضها للناس الحلوين، كل الناس يشوفوها ويسمعوها. حيكون دوري اسمه مسعود، بيع يا نصيب وبيع أحلام للناس. إن شاء الله بتشوفونا بالمستقبل بتعجبكم المسرحية. مساء الخير، معكم مطرب ربيع سمعان. إلي الشرف أني شارك بمسرحية يا نصيب، مسرحية استعراضية غنائية بدور شاب مغترب راجع عند حبيبته. لح تسمعوا مواويل كتير حلوة وأغاني كتير حلوة، انطرونا على الموعد إن شاء الله قريبا. يعطيكم العافية، معكم ورود، إلي فترة طويلة بالفن وعايشة بأمريكا. عم بمثل بدور المسرحية دور حرية، البنت الفقيرة اللي بتساعد أبوها ببيع اليا نصيب وناطرة حبيبها يرجع من السفر. إن شاء الله تعجبكم. جميعا معكم سالم مولى، خريج استوديو الفن 2001. وصلنا almost 14 سنة 15 سنة بالنشاط الفني. رح كون بدور فهد الحدق لزعوري بمسرحية اليا نصيب، وإن شاء الله نتمنى حضوركم جميعا. Thank you so much.